هي كلها اوتو تيون برجع بصلح للناس ما حتى هون كنت اغني اشي ما عملته يعني شو حتى هون كان المفروض اغني اشي اعمل لا 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 تا 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 ما عملتها لاني خفت انا عارف حالي اوتو تيون خدني معك لا 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 ما تقولوا عمر العمر لا تشدوا عري ولا لور غلط رور عمر نقول خدنا عن العمر ما نشد عري بس نمرقه نحن السماء كيف الشتي جاي من سدني يا مشترم يعني شو شو ستار اقول لك انا كنت على المسرح حكي يعني اصير اسفل كل ميلته على الشمال كل شيء ميل على الشمال الوقت نفس الحركات نفس التشنج نفس الاكسنت يعني ما عم نقدر نعرف ايه هو السريع ايه هو البطيء ايه هو السوفت ايه هو Excusez-moi, mais ça c'est un caractère, c'est une personnalité. Et bien sûr, mais tu dois t'adapter à la chanson quand même. Là, شو اذا عم تغني اداج وبتعملهم كل الوقت هيك للناس؟ لا اغنية فيري فيها يعني ما في ما عم تحس الجروف. It has to go through your body مش مزبوط يعني عندك كله مثل بعضه. هاي غنية مش مثل هديك، هديك فيها شغل فيك تعمل بدك اياه. اكسبت انه هيدي كل الوقت هيك ليش شو؟ You don't feel music؟ اذا اجت وحدة قبالك تعي وقفي. اجت وحدة قبالك بتعملها ايه هون؟ كل وقت تنتهي ولا بتغني وبتصير اكيد لا ايه نفس الشيء لا جو سوي تو سول لا واذا يو هاف تو اولويز ايماجين سم ون وذ يو سينجينج شو هالحكي؟ ما شفتها بحياتي هيك يو ار نوت لو شفته كيف عم يغني؟ انت بترقص مثله؟ او عندك الجروف تبعه؟ اكيد لا وعندك الانرجي تبعه؟ طيب ليك الفرق بين كل غنيه لشو بتطلعوا على الناس؟ لشو بنطلع على الناس؟ طب نعرف نحط هي هون وكيف تنحط وهي كيف تنحط عم تغني غنية بالي هيك على طول نفس الشيء نفس الحركات كأنه واحد بوكسور على طول بال بال لا 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 شو بس منيح بس ما طارح مرة نغني ما اخيات متفاعل معك روح ابدا شوفني انتهيت ليها تريد مارك تريد مارك انا خلفك شو بتترددوا تتنسحبوا بيخلص بنطلع دغري ليش بنطلع وهكذا طيب خليني اقول على شغله ما بقى في شيء مشان لا في انا باقي اغنيه واحده صح برافو برافو باقي اغنيه قول
لي الله هدي ياسك الكل واحد فيه صارت هيك لك مش من نار عم تغني اول تجربة بدي لكم بدي اقدرها انه قد هي هيك بدي بعد اسمع مهدي عم غني عربي شكري وانت بدي اياك تغني هذا غني انجليزي خلص لي بالعربي محمود بدي اياك تغني عربي ما عندي مشكلة معكم مش يا رئيس هلا الدبابة صلحون أغني لي ها خذوا له صورة من عندي شدي شوية ولا عندي بقال سنين ما بسأل مين بس بنشتري مش كتير منيحة حفظتي بس محلهم اسمه بسطنا فيك هيك شباب بس انا مش محلهم هون الرقصات انتبهي حطوا هون محلهم رقصات بس اسمه دخيلك برا تظبيط شعر على المسرح انه هيك كل شيء هيك هيك شوية سبراي حبيب قلبي هيك بدك النمرات تليفون بعطيك بلي هون هون يعني بدك نمرة تليفون ظبط شعري شوية سبراي وحياتك شوية ميك اب هيك كله هون على المسرح بلي هون البيت مش بلا اخلاق اسمعوا شوي اسمعوا شوي ثانك يو على الضيافة اسمعوني شوي بليز اعملوا معروف برجع ركز عشان في شغلات معينة بس بس بتحجج بدي اسمعك عم تغني اتس تايم بدك تغني خلص اوكي محمود حكينا عن كم شغله عرفتهم شو هن ريان بدك تاخذ كل شيء جدي حكينا عن كم شغله عرفت شو هن العربي عرفتوا سينجن عربك شويه الحركات حتى هذيك سينجن كمان عم يكون مرات اوت اوف تيون اولويز يو ستارت اولويز فلات
ريان انه شو بدك تعمل؟ ها؟ ما فيك تضلك هيك كل الوقت، ساعة حردين ساعة لا، شو الأشرفية المنوبة ليها هلا؟ إنه مستقلة وليهن كيف جميزة تنسى شو هالفترة؟ إيه بدك تغني يعني بدك تتعلمهم، ما عم تشتغلوا كفاية حتى ما حدا يكذب إنه ما حتى يكذب علي يقول لي أنا بعرف، ما عم تشتغلوا منيح، ما عم تغنوا منيح، ما عم تتمرنوا منيح على الأغاني، ما بيكفي بحياتكم تقولوا بعرف غنية، وقت يقولوا لي هي أغنية إلي فكر تمي ما بغني بسمع بس بحلل كل مقطع كيف هو عمهلي شوي شوي برجع بغني. رانيا مثل ما قلنا دائما شدي شوي صوتك لحتى تغني اكثر بعدين شعرك وكذا ايش بقى نضلنا دائما هيك بسيركل. رحمه شوي تطور اكثر للفويس شوية حركه اكثر مش بضلنا خايفين. محمد تركيز اكثر رحمه لك التركيز هالجمعه وشوي الوقفه. اسمع احسن هيك صار انه كل شيء مع بعض واذا بدك الهارموني عم تصير احلى بس بدها شغل. كنت انتبه مرات عم يفرط صوتك منيح.